الأم هي نبع الحب والأمان والحنان، هي مصدر الطمأنينة والسعادة، هي البطلة الحقيقية وراء كل بطل رياضي. علشان كده عايزاكم تتابعونا النهاردة وتكونوا معانا في حلقة جديدة وبطلة جديدة من البطولة أمهات. ومعانا بطلة جديدة النهاردة هتعرفنا قصة بطولتها وتحكي لنا حكايتها. نتعرف بيكي. أنا اسمي سحر مصطفى، مامة فريدة العلايلي، بتلعب ووتر باليه من وهي عندها 4 سنين، فريق 2009. عايزاكي تحكي لنا إيه السبب وراء اختيارك للووتر باليه بالذات، وهل في كان رياضات تانية أو أنشطة تانية هي مارستها قبل ما تدخل الفريق الووتر باليه كان ليها السبب في اختيارها النهائي ده، أو كان في أسباب بتخليكي عندك الدافع القوي إنك تختاري الرياضة دي بالذات؟ أولاً دي مش أول لعبة تلعبها، هي كانت بتلعب بالي أرضي في الأول، وبعد كده بتلعب سباحة، وبعد كده أنا اللي كنت بحب البالي المائي، يعني أنا طول عمري بحب البالي المائي. بس طبعاً البالي الأرضي ساعدنا في إن يبقى لما تعمل لها تيست عندها لياقة، كان جسمها كويس، والأول ما كانتش بتحبه، بس بعد كده من الكباتن معانا والمجهود بتاعهم وبتاعنا بقت بتحب الباليه جدا، لدرجه ان انا ما بقتش تحضر سباحه. احكي لنا يومك الدراسي بيبدا ازاي مع وجود تمرينات يوميه في النادي، مع دروس، مع مذاكره وامتحانات، بتحلي المواقف الصعبه اللي بتقابليها اثناء السنه الدراسيه ازاي، وبتعملي ايه علشان تتجاوزي مرحله ان هي يبقى في عليها دراسه متاخره او دروس متاخره؟ الدروس بتاعتها هي بتحصلها بسرعه ولا الرياضه مأثره عليها بالعكس؟ يعني أعرف إنه الرياضة بتحفز، هل مع فريدة الرياضة فعلاً محفز أساسي ليها؟ وإنتي بتقابلي صعوبات بتقدري تتجاوزيها في القصة دي ولا ما بتقابليش؟ هي لعبة الووتر باليه عامة لعبة شاقة وعدد ساعتها طويلة جداً، بس بترتب وقتها وبتعرف تذاكر كويس، ما بتأثرش عليها في الدراسة، بدليل إن هي بترجع من التمرين بتذاكر ودرجاتها كويسة جداً وماشية في الدراسة كويسة، لأن الرياضة بتحفز، يعني الرياضة بتخلي مخها دايماً شغال، بتحفزها. هي بس فترة التمرين بتبقى طويلة طبعاً، أيام الدراسة بتبقى متعبة لأن احنا بنرجع من المدرسة دايركت بتتغدى، ننزل التمرين، تروح تعمل أمور، ما بتنامش قبل الساعة 12، بتصحى الساعة 6 الصبح عشان الباص بيجي ياخدها الساعة 6، فبيبقى بالنسبة لها يوم شاق جداً. وبالنسبة لي أنا طبعاً لأني ببقى عايزة أعمل كنترول في أني ألم كل ده مرة واحدة، بس هو ما بيأثرش على الدراسة خالص، بالعكس هي درجاتها كويسة جداً وهي بتحب الباليه، و يعني مستوى كويس جداً في الاثنين الحمد لله. أنا اسمي فريدة محمد عبد الرحمن، عندي 10 سنين وبلعب ووتر بالي في النادي الأهلي. بدأت وأنا عندي حوالي 5 سنين، ومامي طبعاً هي اللي حببتني فيها. شاركت في 3 بطولات نرمين فاضل وواحدة جمهورية. أول كل نفسي أخش المنتخب وأبقى أشطر واحدة وأخش سولز والحاجات دي. طبعاً بتفضل واقفة قدامي، ولما بطلع من التمرين بتفضل تقولي الحاجات الغلط اللي أنا بقعد أعملها في التمرين والكلام ده، بس عشان كده عايزة أقول لها بحبك قوي. لازم ننزل مستوى تفكير البنات، فطبيعي ازاي بقى لازم باللعب بنخليهم يعني يلعبوا اكتر ما هو يبقى فيه تمرين، والسن ده بيبقى محتاج طبيعي ان احنا نعمل زي دور الام، بس ما بيبقاش دور ام قوي، بس هو بيبقى حاجه زيه. غير بقى كده بنعمل زي تشالنجز في التمرين، اللي هو مثلا اللي هيكسب هنجيب له هديه،
واحنا وفي نفس الوقت مش مثلا بنخلي نعم يعني ما بنخليش الجو يبقى فيه تنافس كتير قوي، لا بنخليهم يحبوا بعض يعني، ونفهمهم ان التنافس مش ما يعني مش ما يؤديش لحاجه وحشه بس. ومع ده يعني البنات بتبتدي تحب التمرين وبس، واحنا بنقعد نهزر وبنضحك وكده يعني. يعني انا مثلا بمشي التمرين شوية، هنقول دلوقتي هنتمرن بجد، فاللي هو البنات يعني خلاص تاخد وقت الجد، وبعد كده اقول لهم لو اللي هيعمل كويس هيجي رايح الحيطة، ونقعد نلعب ونهزر ونتصور وننزل صور وبتاع. وبنخصص يوم مثلا معين، ممكن اللي هو اليوم ده هنقلبه اللي هو ايه، نفتح اغاني ونرقص البنات وبتاع، يبتدوا يحبوا الله ايه ده انا بنحب التمرين هنجيه وكده. مبدئيا يبقى عندنا روح جميله مهما لو حصل ايه، يعني خسرنا او كسبنا ما يبقاش ما مش مثلا عشان انا خسرت فاكره اللاعب اللي كسبني او الفريق التاني اللي كسبني، او لو كسبت ما يعني ما يبقاش بقى في روح وحشه. اوكي. تاني حاجة الضمير لازم في التمرين عشان نوصل للي احنا عاوزينه، أعلمهم في حاجة اسمها ضمير، مش بشتغل كده وخلاص. تالت حاجة يبقى عندي هدف، أنا جاية التمرين عشان هدف معين، أنا مش جاية التمرين عشان أضيع وقت وأضيع يومي، لا أنا لو جاية التمرين يبقى لازم يبقى عندي هدف إن أنا أتحسن، إن أنا أبقى عايزة أجيب ميدالية، إن أنا أبقى يعني نمبر ون في أي مجال أدخله سواء يعني أي حاجة. بس ودي ثلاث أساسيات يعني بعلمهم البنات. البطل الرياضي بيحتاج تغذية خاصة ومختلفة جدا عن أي إنسان طبيعي. احكي لنا بقى بتعملي إيه؟ هل بتعملي سيرش في كتب؟ هل بتتابعي مع دكاترة؟ هل بتدوري في الموضوع ده؟ ولا أنت عارفة المتطلبات في الأغذية المطلوبة في الووتر باليه بالذات فبتعمليها لها، وهي بتساعدك على ده ولا زيها زي بقية الأطفال اللي بتبقى رافضة تماماً النظام الصحي الغذائي المظبوط ودايماً بيتجهوا للجانك فود ودايماً عايزين سويتس كتير؟ قوليلي بتعملي إيه في القصة دي؟ لا، هو موضوع الاكل بالنسبه للاطفال بيبقى صعب جدا ان انت تعملي كنترول، حتى لو عملتي كنترول في البيت مش هتقدري تعمليه في المدرسه مع اصحابها في الباص. بس احنا عندنا المدربين دايما كل اسبوع بيوزنوا وبيقولوا ايه اللي ممكن ناكله ايه اللي ممكن ما ياكلوش، وانت بتبقي عارفه طبيعي في البيت ان انت تعملي كنترول، انك ما تدياش الحاجات، ما تتعشاش، ما تاكلش سويتس كتير. وانا بحاول على قد ما اقدر يعني أضبط معاها الأكل. ثانياً إن هي من الناس اللي بتحب تحافظ على جسمها، يعني ما بتحبش تبقى تخينة، لأن لعبتهم كلها حركة في المية ولازم تبقى خفيفة في المية، فهي أوريدي بتساعدني في ده إن هي ما بتحبش تاكل كتير وبتسمع الكلام. أكيد فريدة اشتركت في بطولات كتيرة جداً، البطولات دي قابلتي فيها مواقف صعبة مش قادرة تنسيها لحد النهاردة، ولا كانت الدنيا بالنسبة لك لطيفة ولسه الحمد لله ما قابلتيش أي مواقف صعبة؟ لو قابلتيها حكلنا عليها. وكمان عايزة أعرف منك إزاي بتقدري تعملي كنترول على الوقت، وخاصة في أيام الدراسة لو عندها بطولة، وأعرف أن تمارين البطولات في الووتر باليه بتبقى من 5 الصبح وممكن من الفجر كمان، يعني ممكن من 4 و5، ده على حد علمي أنا معرفش صح ولا غلط، بس أنت إزاي بتقدري تعملي كنترول للوقت وإزاي بتقدري تتجاوزي برضو مشكلة ممكن تقابليها في دراسة مع بطولة؟ هي بالنسبة للبطولات اللي شاركت فيها، هي شاركت في 3 بطولات نانمين فاضل، وآخر واحدة الرابعة دي كانت جمهورية. أما بالنسبة للمواقف الصعبة ففي مواقف صعبة كتير جداً، إن ساعات بيبقى عندنا تمرين لوقت متأخر والمفروض نصحى بدري وليهم أكل معين نبقى واخدينه معانا يوم البطولة، فبتضطري تصحي قبل، مثلا إحنا لو هنيجي للنادي الساعة 5 فبصحى الساعة 3 عشان أجهز أكل وأجهز شنطتها. هي موضوع النوم بس بيبقى مرهق وبيبقى يوم طويل، وبناخد أجازة قبليه مثلا لا يقل عن أسبوع من المدرسة، بتبقى في ساعات تمارين الصبح وبالليل، بيبقى شاق ليها وليا يعني احنا الاثنين مع بعض. وطبعا لان بتسيب البيت فترات طويله جدا هي ما بتبقاش مريحه. اما بالنسبه لموضوع ان
الدراسة والتمارين والبطولات انت بتقدري. هم يعني الرياضة بتخلي دايما مخهم ناضج، يعني ما بتاخديش وقت في انك بتستوعب الحاجة بسرعة، يعني في المذاكرة بتستوعب المذاكرة بتاعتها بسرعة. دي حاجة. تاني حاجة ان انت الرياضة بتنظم وقتك، ما عندكيش وقت بيضيع كتير، يعني مدرسة مذاكرة رياضة بس، فما فيش وقت كتير بيضيع. بيجي على حسابهم ان هم ما بيخرجوش ما بيتفسحوش، بس هم يعني الجروبات بتاعتهم بتاعت الباليه اكتر من المدرسه، هم بيحبوا بعض وقريبين جدا من بعض وبيذاكروا مع بعض، وده بيقربهم لبعض اكتر وبيخليهم يجيبوا نتائج كويسه قوي في الدراسه. اثرتي نقطه مهمه جدا، وهي ان البنت ما بتلاقيش وقت انها تخرج فيه وانها تكون مندمجه وسط مجتمع اخر غير مجتمع النادي. قوليلي الاسره، هل عارفين وبيستوعبوا فكره ان انت مش موجوده وسطيهم في مناسباتهم الاجتماعيه نظرا لتواجدك في النادي بصوره يوميه وبعدد ساعات كبير جدا، ولا الموضوع ده مشكل لك مشكله؟ لا اكيد طبعا بيعمل مشاكل كتير جدا، لان احنا كل يوم عندنا تمرين تقريبا، واليوم اللي بيبقى فيه اجازه انت بتبقي عايزه تقعدي تذاكري، ما عندكيش وقت تروحي حته. فطبعا في ما بيقدرش ده وبيزعل انك ما بتزوريهوش وما بتكلميهوش، فتحسي ان في الاخر الدنيا اتقفلت عليكي على اصدقائك اللي في النادي بس، لانك ما بتعرفيش تزوري حد، ما بتكلميش حد، مش فاضيه. فأكيد بتقابلني صعوبات كتير جدا، بالذات مع مامتي بتزعل مني عشان ما بروح لهاش، وهي يعني كبيره ومش بتبقى متفاهمه موضوع ان الرياضه واخده كل وقتك، بس بحاول اراضيها. فريدة هي لاعبة عندي كويسة جدا وفي نفس الوقت متعاونة قوي مع البنات. مثلا لو مثلا اي بنت مش عارفه تعمل حاجه اقول لها يا فريده روحي يعني علمها لها، بتعلمها بحب، ولو حصل ومثلا عملت في بطوله مش كويس مش يعني علمتها ان هي ايه بتعدي الموضوع ده، مش نهايه المطاف خالص. وبصراحه حصل كده قبل كده، والبطوله اللي بعدها عملت هايل، كانت احسن من المستوى اللي هي فيه مليون مره، وهي واصله دلوقتي لمستوى كويس جدا بصراحه. فريده ان شاء الله انت عندك مستقبل حلو قوي في الباليه، وان شاء الله تبقي من المرشحات اللي يدخلوا المنتخب وتقدري تعملي حاجه زي كده عشان انت امكانياتك تسمح لده. وبس، وان شاء الله تبقى من البنات النصيبه تطلع اولمبيكس. الرياضة دايماً بيبقى لها تأثيرات إيجابية في شخصية الأطفال. قولي لي إيه أكتر تأثير ملحوظ لاحظتيه في شخصية فريدة وحاسة أنها تأثرت جداً بسببه أو بسبب رياضة الووتر باليه، وحاسة أنه هو فعلاً هو ده الأساس اللي هي طلعت بيه منه؟ أولاً فريدة وحيدة ملهاش أخوات، ودايماً الوحيد بيبقى شوية أناني، وهي صغيرة كانت أنانية، لما بقت في جروب الباليه بالذات لانه جروب كبير ابتدى يبقى ليها اصحاب اكتر، ابتدت تبقى اجتماعيه اكتر، ما بقاش عندها الانانيه، ما بقتش معزوله زي الاول، يعني الاول كانت انطوائيه، لا فتح لها مجال كتير وعندها اصحاب كتير وبقت اجتماعيه اكتر. قولي لنا انت بقى كبطله معانا، ايه اكتر المواقف اللي بتمر عليكي فيها صعوبه؟ لان بما انك في النادي كل يوم يعني بتعاصري الوقت البرد جدا الحر جدا طول السنه، انت موجوده بشكل يومي مهما كان الجو عامل ازاي، رياح انت موجوده، مطر انت موجوده، حر ورطوبه انت موجوده، ايه اصعب المواقف اللي مش قادره تنسيها في الاجواء دي؟ وهل انت زي ما بتسندي بنوتك فريده في حد تاني بيسندك ويدعمك، ولا انت بطله مستقله؟ طبعا بتقابلنا صعوبات كتير جدا. انا في يوم ما بنساهوش ابدا، كان في يوم عندنا تمرين وقام عفار، كانت الدنيا عفار جدا،
كلنا روحنا البيت لان هدومنا بيضة وشعرنا ابيض وشنطنا بيضة وكل حاجة مليانة تراب. فطبعا احنا بنواجه كتير وانتي قاعدة لان فترة التمرين 6 ساعات بتشوفي فيها حاجات كتير جدا، ساعات بنقعد والدنيا شمس لغاية بالليل بتبقى الدنيا برد برد جدا، على البسين بالذات بتبقى الدنيا برد جدا لدرجة ان احنا بنجيب بطاطين معانا، بنبقى قاعدين ببطاطين من السعاء، وفي الحر طبعا برضو بنبقى في عز الشمس عندنا تمرين، يعني يعني فصول كتير قوي بتبقى بتمر بينا واحنا قاعدين، صيف شتاء حر برد عرق رعد مطر، حصلت لنا حاجات كتير جدا في الباليه، وبس احنا بصراحة ما بنحسش بيها عشان احنا هنا كلنا بنحب بعض وقريبين من بعض. يعني تلاقينا البنات بيبقوا في التمرين والمطر بتمطر نجري نشيل البرانس والشنط بتاعتهم، هو يعني بتيجي على حساب البيت بس احنا بنحب الرياضة وبنحب اللعبة دي جدا. ما كلمتناش بقى عن الدعم والسند. الدعم طبعا باباها بيدعمني، بس طبعا اي راجل ما بيبقاش عنده وقت ان يقعد 6-7 ساعات في التمرين، بتبقى انت اللي قاعدة، لكن هو طبعا بيدعمنا، ولما بيبقى فيه بطولة بيحضر معايا وبيبقى موجود. أشكر كل أم في مرحلة، يعني مش في مرحلة 10 سنين بس، في كل الرياضات عامة، عشان لولاهم بجد ما كانوش يوصلوا عيالهم في المستوى اللي هم فيه دلوقتي، يعني في عامة يعني. بس وأشكرهم على اللي بيعملوه من الدعم أو مجهود في مجال الرياضة عامة. دايما بنختم حلقتنا برساله بتوجهها البطله اللي معانا للبطلات اللي بيشوفونا قدام الشاشه، عايزاكي تقولي لهم رساله علشان يكونوا بطلات زيك ويكون عندهم بطله زي فريده. انا طبعا بقول لكل ام ما تكسليش، الرياضه مهمه جدا، لان انا بسمع كتير قوي ان امهات تقول لك لا اصل الدنيا برد هستنى في الصيف امرنه، لا ما يقدرش ينزل ميه، لا بالعكس الرياضه بتخليه قوي جدا وبتعمل له مناعه في جسمه، ويعني بتخليه اقوى من الاول. يعني انا فريده كانت دايما بيجي لها برد، من ساعه ما لعبت رياضه ببقى البرد ده ممكن يجي مره واحده. فاي ام ما تكسلش لان الرياضه مهمه جدا ليها وليه. مدام سحر شرفتينا واسعدتينا. لا طبعا انت اللي شرفتينا في البسين، وبعدين كفايه ان انا قاعده معاكي، انت علامه من علامات النادي ونورتي البسين. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا مع بطله جديده وحكايه جديده في البطوله امهاتي.